سعيد جدا يعني ان انا اكون في هذا المكان. طبعا الاستاذ الدكتور جابر نصار، الاستاذ الدكتور مندوح رسلان، الاستاذ الدكتور سيد تاج الدين، الاستاذ الدكتور شكري المناديلي، الاستاذ الدكتور محمود ابو زيد، الدكتور عبد الاوي خليفه، الاستاذ الدكتور عبد الاوي خليفه، الدكتور حسين العطفي، اساتذه كثيرين يعني يعجز اللسان ان هو يعدهم. انما انا سعيد جدا ان انا اكون بينكم النهارده. بس هنخش في الموضوع على طول زي ما انا متعود. احنا عندنا تحديات كتيره. التحديات ديت كليه الهندسه بجامعه القاهره وكليات الهندسه الثانيه برضه، بس جامعه القاهره ليها دور كبير قوي في دعم الانشطه اللي احنا بنقوم بيها. وفي كثيرين من الاساتذه بيدعموا ملفات حيويه في الوزاره ويرفضوا تقاضي اي اجر. فانا احب احييهم يعني بنيابه عن كل العاملين في وزاره الموارد المائيه والبحريه. حتى لما كانت بتطلع مكافاه بسيطه كان بيرفضوا ياخدوها، بل اكثر من ذلك كانوا بيصرفوا من 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 جيبهم علشان سواء وقتهم او بيصرفوا علشان يوفوا بالالتزامات دي. فانا بحب احييهم كلهم يعني. في الحقيقه التحديات المائيه كتير، سواء تغيرات مناخيه، سواء زياده السكان، سلات الحصه، الاستخدام الرشيد للميه، التلوث، التعديات، التحديات الخارجيه، تعظيم الاستفاده. بس دايما انا بقول دايما دايما احنا ما عندناش مشكله طالما عندنا عقول، وهي دي الجزء الاساسي اللي احنا نركز عليه. طالما وجد العقول يبقى وجدت الحلول. فاحنا عشان كده احنا دايما بنقول احنا قادرين نحول التحديات لفرص، لان لو ما فيش تحديات احنا مش هنفكر. انما كل ما في تحديات احنا بنشتغل كلنا عشان نحل التحديات دي. احنا عندنا في الرؤيه او الاستراتيجيه بتاعت 2050 اللي هي بتركز اساسا اللي احنا قلناها اربعه ت اللي هم الترشيد والتنميه والتنقيه نوعيه الميه، وبعد كده التهيئه بتاعت المناخ، تهيئه المناخ سواء بتشريعات بتوعيه ببناء قدرات، كل دي محاور شغالين عليها. الاستراتيجيه 2050 اتحولت لخطه قوميه للميه، اربع خطط خمسيه تبتدي 2017 ل 2037. دي بتتحول لمشروعات برامج زمنيه بحيث ان احنا ان شاء الله يبقى عندنا امن مائي. بنركز اساسا طبعا احنا عندنا محدوديه الموارد المائيه، في تركيز اساسي على تحليه ميه البحر، توجه استراتيجي للدوله سواء على البحر الاحمر او البحر المتوسط. في برامج لترشيد استخدام المياه، في برامج لاعاده تاهيل المنشات المائيه اللي بقى لها اكثر من 200 سنه، في برامج للتوعيه، في برامج لاستخدام المياه الجوفيه، الاستخدام الرشيد، وازاي نفائدها وازاي نتحكم فيها وازاي نحدد نقلل الانسرتينتي او مقدار الدقه في تقييم الخزان الجوفي. في برامج خارجيه للتعاون مع دول حوض النيل ومع دول العالم. كل دي برامج كتيره قوي محتاجه عقول كتيره جدا. احنا كوزاره موارد مائيه وري لن نقدر على حلها لوحدنا، لازم يبقى في الجامعه مع مراكز البحثيه، مع مركز بحوث المياه، مع الوزاره، مع التنفيذيين، مع الشركات، كل مصر كلها لازم نفكر في الحلول دي. انا يعني هتكلم برضو على حاجات ممكن تبقى بالنسبه لنا محتاجينها احنا، الدعم بتاع كليه الهندسه وبتاع الجامعات المصريه. طبعا في جزء مهم جدا يعني احب ان هو يبقى متوفر في الكليه اللي هو المالتي ديسيبلينري ريسيرش. احنا مش عارف لحد لاي مدى احنا وصلنا له، بس ده مهم جدا عشان نوجد حلول لمشاكل كتير. احنا طبعا الاساسيات بتاعتنا اللي احنا بنركز عليها اللي هي الابروبريت تكنولوجي او التكنولوجيا اللي هي الملائمه لظروفنا. التكنولوجيا الملائمه لظروفنا سواء في تنقيه الميه او في تحليه الميه. احنا لحد دلوقتي تحليه ميه البحر ما دخلناش فيها بقوه، ان احنا نوجد تكنولوجيا مصريه ان احنا ننميها، واحنا على استعداد ان احنا نشتغل كلنا مع بعض ان احنا نوجد هذه التكنولوجيا بحيث ان هي بعد كده تبقى تكنولوجيا مصريه ونصدرها. دي طبعا محتاجه فرق بحثيه وليس فريق واحد او متخصصين، لا مجموعه متخصصين في مجالات مختلفه. في استقطاب بخار الميه من الهواء، وده برضو دي التكنولوجيات اللي اتطبقت بره، بس احنا بالريفرس انجينيرنج ممكن نشتغل عليها، ودي محتاجه برضو فرق بحثيه مختلفه. في نمو المحاصيل اللي هي تتحمل المروحه، ودي محتاجه شغل. فيه تقليل فتره نمو المحاصيل وندي نفس الانتاجيه، محتاجه شغل.
فيه الترشيد في شبكة الهالك في شبكة مية الشرب، ودي محتاجة برضو شغل ازاي نحن نقلل الهالك في الشبكة بحيث نعمل تعظيم الاستفادة من كل نقطة مية. كل دي برامج احنا محتاجين المراكز البحثية، محتاجين العقول نحن نشتغل فيها مع بعض بحيث ان احنا ان شاء الله نوجد حلول لمشاكلنا ومشاكل الدول اللي حوالينا. يعني احنا معنيين برضو مش بحل مشاكلنا بس، ولكن بنفكر في الدول اللي حوالينا سواء شركائنا في حوض النيل او شركائنا في افريقيا او في العالم العربي كله، بيبقى احنا لينا الرياده باذن الله ان احنا نشتغل على حل المشاكل دي. انا بحب اهني كليه الهندسه جامعه القاهره بالعيد ال 200 لباقي الكليه، وبتمنى ان شاء الله دوام الازدهار ودوام تربيه العقول بحيث ان احنا دي ثروه قوميه. احنا يعني من الحاجات اللي احنا فخورين بيها جدا ان المتخصصين في مجالات المياه منتشرين في كل العالم وفي طلب كبير عليهم، وانا بقول لاولادنا وزمايلنا ان هي فرصه كبيره قوي ان انت تدرس مياه لان في طلب كبير في الخارج عليهم، واحنا بنقول عليها ديت الصادرات غير المنظوره. يعني لو واحد اتعلم وصرفنا عليه وسافر ما نزعلش لانه هيجيب عمله صعبه يدخلها البلد واحنا محتاجين العمله الصعبه دي. انا بحب اشكركم جميعا واتمنى التوفيق باذن الله للمؤتمر. السلام عليكم.